طيب بعد ما عدينا نص رمضان لازم اقول لحضراتكم انه اللي ما بيشوفش المداح فايته كتير جدا. ليه فايته كتير جدا؟ لانه كل مسلسلات رمضان، انا بتكلم من ناحية الموضوع في ناحية وموضوع المداح في ناحية تانية. المداح في حاجة بحذر حضراتكم منها للي لسه ما تفرقش. انت في اول تاني تالت حلقة تقول ايه اللي هو في حاجة كده وبتاع، وبعدين بعد شوية تلقى نفسك غرقان جوه معاه، يشفطك شفطة غير طبيعية، وتفضل متابع متابعة انت مش فاهمها، انت مش فاهم ايه الحكاية وايه الموضوع، انت ليه عندك حالة انتباه مستمر. بالمناسبة ده الجزء التالت. الجزئين اللي قبل كده كان في موضوع الجن وموضوع الشيطان وموضوع يعني في هذه الموضوعات اخد ورد، يعني ممكن حد يتلبسه الجن ولا مش ممكن، الجن شرير، الجن مسؤول يعني بيخلينا نقوم بافعال لا يعني غير مسؤولين، كان في اخد ورد. انت المره دي في الجزء الثالث انت بتقرا الكتاب كله بقى، هذا الامر انت بتتابع وجود الجن، معركه الانسان مع الشيطان، التلبس اللي بيحصل لشخصيات كتيرة، ان ازاي في شخصيات حواليك في الحياة تعمل بأمر الجن وتتحرك بشر بأمر الجن. يعني حتى المشهد اللي انتوا شايفينه ده بتاع المداح طلع له القرين بتاعه، فانت بتشوف انت واصل حتى لمرحلة رانيا فريد شوقي اللي بتقرا الفنجان بشكل معين، انت بتشوف كل حاجة، انت المره دي تشوف كل حاجه. العبقريه في اداء حماده هلال ان هو عدى مرحله الانبهار، هو عارف انه هو بيحارب الشر، هو في قوى شريره بتجري وراه وبتحاول انها تبوظ له حياته كلها. طبعا عدد من المشاهد المذهلة والمرعبة زي ما بقول لكم، هو مسلسل عامل زي الرمال المتحركة، كل ما تقاومه تغوص فيه أكتر. يعني أنت في الحلقة 17-18 خلاص أنت بقى قاعد نص اللي بيمثله الجن مسيطر عليهم، والنص التاني هم من جيوش الجن ومسخرين من الجن، فأنت بتشوف شيء مذهل. وطبعا كمان التنفيذ بصراحة مش معمول بشكل ساذج، التنفيذ معمول مبهر جدا يضارع الأفلام الأجنبية اللي انتوا بتشوفوها فيها حاجات عاملة زي كده. عدد من المشاهد اللي فيها تمثيل عبقري، كل الممثلين هايلين في هذا المسلسل. المشهد العظيم بتاع حمادة هلال لما أخته قتلت أمه، وصلت لمرحلة أن أخته متلبسها الجن وخلاها تقتل ام حماده هلال اللي هي امهم الاثنين يعني، وهو ازاي رايح بقى يشوف اخته اللي قتلت امه، وهو بين ما هو عارف ان هي مش ذنبها، هي ما قتلتهاش وطبعا هنا بقى تطلع لك الاسئله الكتيره، هو في ناس بتقوم بافعال لا اراديه، في حد متحكم فيها، الأسئلة كتير جوه المسلسل بصراحة غريب عجيب ما يتسابش. خليني أوري حضراتكم المسلسل بتاع حمادة هلال لما أخته قتلت أمه.
بتعمل ايه؟ اما يا اما اما اللي عملت ايه ده؟ اللي عملت ايه ده؟ يا اما اما رد علي يا اما اما رد علي خدوها يلا. هي كانت بتعاني من اي اضطرابات نفسية او بتتعالج عند دكتور نفساني مثلا؟ شيخ صابر، انا عارف ان الموقف صعب عليك مش اي حد يستحمله بصراحة، الله يكون في عونك، بس انت لازم تساعدني علشان اقدر اساعدها. اهدي اهدي يا خالتي عشان خاطري. لا لا لا، انا مش هقدر اعيش في البيت ده تاني، انا هاخد ابني واعيش في بيت ابويا. اللي انت بتقوليه يا رحاب وده وقته وما يصحش الكلام ده، عيب والله. قولي، هبة كانت بتتعاطى حاجة الفترة الأخيرة؟ سعادة الباشا ممكن يأجل الكلام في الموضوع ده بس لغاية ما ندفن الأمانة، وبعد كده اللي أنت عايزه قوله. أنا مقدر اللي أنتوا فيه، وقال لله شيخ صابر. طبعاً يعني أنا شخصياً هذا الأمر لا أستطيع أن أتحدث فيه، لا أفهم في هذا الأمر، ولا في الجن ولا في الشياطين ولا في أي، ولا في التلبس ولا في كل الأشياء اللي احنا بنشوفها. بس طبعاً اللي بفهم فيه الأداء، بتتكلم على عبد العزيز مخيون، بتتكلم على محمد رياض، بتتكلم على خالد سرحان، بتتكلم على هبة مجدي. الراجل وصل لمرحلة إنه هو شاكك إن العيل ده مش عيله، يعني هبة مجدي مراته. فطبعاً الناحية العلمية اللي جوه المسلسل دي احنا لازم نجيب ندوة. بس على فكرة أنا استضفت فريق العمل السنة اللي فاتت واللي قبليها، إحنا كنا بنتكلم في حاجات تهيؤات. إحنا السنة دي في موضوع بجد صعب، وفعلا ممثلين المسألة بالنسبة لهم مش سهلة، من أول حلقة لآخر حلقة، للمشاهد اللي لما راح لقى الطلاسم، للمشاهد الفنان الكبير العظيم الأستاذ أحمد ماهر كمان، كل الناس اللي موجودة في هذا المسلسل عاملين شغل. محمد رياض لما كان واقف، احنا شفنا بقى تجمع الجن كله، الدكتور اللي بيتكلم في العلم خالد زكي. فانت وسط كوكبة وسط موضوع ليس سهلا، يعني الموضوع مش سهل. عشان كده بقول لكم هو في ناحية، وعلى فكرة بيحظى بمشاهدة كبيرة جدا جدا جدا. وزي ما بقول لك انت في الاول كده، اول كام حلقه هتقعد تقولي يا جماعه معقوله ما في كده، وبعد شويه لا هتبقى في كده وكده وكده. هنا نطلع فاصل اعلاني اخير ونرجع